أنا أقدر أقول في نهاية هذا الكلام إنه إحنا بنحب المقاولين، نهتم بالرئيس أو رئيس الوزراء، بينما المقاول ده بيحتاج لخرطة زي المهم، وبالتالي أحسن زي ما بنهتم للمقاول حقه نهتم لأين الخط السوداني. الآن بكرة حيجلس وزراء السودان، السؤال حيظل قائم، الخرطة وينها؟ هل حيبدي باجتهاده الشخصية؟ إحنا محتاجين لشوربة معرفية تنمي لنا فكرة وطنية للدولة السودانية. بعد ذلك المقاول يتغير، ما شفناه جعلناه ما يأثر علينا كثير. أنا أفتكر أسوان لم يستقيم بالشكل كان حتى الآن.